صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل. هتشوف معانا العيشة أجمل، عيشها ببساطة. ببساطة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين، وحلقة جديدة إن شاء الله مليانة معلومات مهمة وكلنا برضو محتاجين لها. عندنا أولادنا وعندنا آبائنا وأمهاتنا، عايزين نعرف نتعامل معهم إزاي. هل نصومهم ما نصومهمش؟ ناخد بالنا من إيه في الصيام، وخاصة إن ممكن يكون في يعني أمراض أو حاجات ممكن تصيب الصغيرين والكبار. وطبعا معانا ومعاكم دكتورة منة طلاح حسام حجازي، أخصائي الصحة العامة والتغذية العلاجية. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور وائل. ربنا يخليكي. طبعا يصوموا ولا ما يصوموش الكبار والصغيرين؟ الكبار طيب. اللي هم كبار السن يعني. أول حاجة إحنا عندنا في القرآن ما توهناش الحمد لله. هو استثنى ناس معينة من الصيام اللي هم المرضى أو على سفر، تمام؟ او في سبب بقى شرعي تاني بقى، مثلا حد بيشتغل شغلانه معينه مرهقه فمش هنتعرض مع الصحه في الكلام ده. طيب الاطفال وكبار السن، كبار السن لو صحيا يسمح، وده باذن من طبيب المسنين، وده تخصص اتمنى الناس تكون عارفاه. يا ريت. في طب اسمه طب المسنين، الدكتور ده بيقدر يتابع الكبير السن وعارف المرض اللي عنده، ويقول له يقول له المرض اللي هيسمح بالصيام والمرض اللي مش هيسمح، تمام؟ طيب الاطفال بقى، ابدا من امتى اعلم طفلي الصيام؟ تعلمي مفيش مشكلة من بدري، بس من بدري ده اللي هو يعني ايه، ببدأ معاه مثلا نص يوم لحد الظهر. شاطر ده انت قمت النهاردة، هو هتقعد ساعة مش هتاكل، واحدة واحدة. بداية من 7 سنين. وطبعا ده انا بقول على اساس البنية الطبيعية اللي بنشوفها للأطفال. لو طفلي مثلا حاسة ان هو بنيته ضعيفة مش لازم اجازف معاه جامد، واحدة واحدة. واللي عنده انيميا واللي لا طبعا نحاول على قد ما نقدر نكون بقى يعني نعالج الكلام ده كله قبل رمضان، عشان يبقى ايه اشجعه. حتى احنا في رمضان بقى عايزين نصوم، لازم نكون كويسين والكلام ده. طيب من 7 سنين البنية الكويسة والطفل قدر يصوم معايا لحد المغرب، حلو جدا. اشجعه مكافأة واخلي العيلة تحتفل بيه، والنهارده ده هو صام وحتى احنا كأسرة كده ده جميل جدا، ومش غلط، ومش بيعلم الطفل الرشاوي بعد كده ولا الكلام ده مش صح. لا بالعكس، شجع الطفل بكل ما تملك، لان في الاخر هو هيؤجر على الصيام ده. ودي معلومة مش عند الناس، مش عند ناس كتيرة. ما هي في حتى في التربية الإيجابية ان هو الحرمان من حاجة وده عقاب، مش ضرب ولا زعيق ولا الكلام ده. والمكافأة فعلا زي ما هي بتقولي، المكافأة دايما بتبقى قبل الحرمان بكتير. يعني طبعاً. احنا يعني سبحان الله ثلث التربيه في التغافل. التغافل يعني ايه؟ انا ما اقعدش اعلق على السلبيات، خليني اشجع الايجابيات فالتربيه هتبقى احسن. بالزبط. تمام. بالزبط. طيب فالطفل بتاعي هشجعه، النقطه اللي انا كنت باكد عليها، رفع القلم عن الطفل حتى يبلغ، صح؟ بس الحسنات بتتكتب. طبعا. يعني انا لو اديت ابني فلوس يروح يديها صدقه النهارده هتتكتب له في حسناته، لو صام النهارده هيتكتب له. انما بعد كده هتبقى فرض بقى، خلاص هتبقى فرض بقى وهيبقى السيئات قدامها، فانا عندي فرصه الم حسنات اكتر. تمام. طبعا لو بتربط المجموعه كله برمضان وبتدي طبعا جميله بقى، نعيش بقى كلنا في جو واحد. طيب. وخاصه ان السنه دي كمان الصيام لحد الساعه 6، يعني 13 ساعه مش زي الموضوع ان شاء الله مش مرهق. هو ممكن على ما يروح المدرسه ويرجع ينام هيقوم يلاقي المغرب جدا اساسا. وسبحان الله الصحابه كانوا بيعملوا كده، كانوا لما اولادهم يصوموا يجوا على قبل المغرب جعانين يقعدوا يلهوهم بأي لعبة أو حاجة لحد ما المغرب يدن، ويدوهم بقى المكافأة أن أنتوا شاطرين أنتوا صمتوا النهاردة. طيب ابني 7 سنين ده صام 3 أيام ورا بعض، والحمد لله ما حصلش حاجة والدنيا زي الفل، حلو قوي. ممكن يكمل الشهر كله صيام، مفيش مشكلة. تمام. طالما عدى 3 أيام ده، طالما عدى 3 أيام والدنيا كويسة معاه، إن شاء الله أقدر أعتمد عليه الشهر كله. طب حتى لو طبعاً مدرسة سنتي يعني فعلا إحنا في دلوقتي دراسة وكده، الدراسة حركة أصلا حتى ساعات العمل في الدراسة بتبقى أقل في رمضان. تمام. وأنا لو أنا بعمل الصيام زي ما ربنا بيقول إن أنا بتصحر قبل الفجر والكلام ده، ما تقلقش على الطفل. بس بشرط النظام الغذائي السليم للطفل. يعني ما جيش إن أنا مصومه نص اليوم ونص اليوم التاني بياكل حلويات أو بياكل
بياكل حاجات ضاره او ما بياخدش الغذاء اللي هو محتاجه. انا كده بهدر جسم طفلي. تمام تمام. طيب طبعا مش هقوله بقى اجبار بقى 7 سنين انت لازم تصوم الدكتور قال تصوم لا هتصوم لا مفيش الكلام ده طبعا. انا لازم اعرف هو اساسا مش مكلف هو مش مكلف فانا انا بشجعه. انا كل هدفي من الموضوع ده انه يطلع بيحب الصيام. اه بالظبط. تمام. لحد 10 سنين بقعد احاول معاه في الموضوع ده. بدايه من 10 سنين بقى خلاص بقى دينيا بقى انت لازم خلاص طفلك يكون بيصوم. يعني الموضوع ايه؟ مش البلوغ كان فيه البلوغ فرض خلاص. بس انا بقول يعني السن اللي احنا الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالصلاه التكليف بقى شويه ان انا الطفل بقى يكون ملزم شويه قدام نفسه ان هو الصلاه والصوم شويه بيكون من 10 سنين. ببدا بقى ان انا احاول اقول لا معلش بلاش بقى المره دي نسيب يوم في رمضان خلينا نكمل ال 30 يوم. لا عنده قدره بدنيه الا لو عنده مشكله لا قدر الله بقى طبعا الامراض احنا استثنيناها من الاول خالص. تمام. طيب لازم بقى زي ما قلت اعوض الاحتياجات. الكلام ده بيشمل الاطفال والكبار السن. كبار السن تحديدا انا بخاف جدا 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 من الجفاف. وده مش في الصيام بس ده في الايام العاديه. ده حقيقي. ونقطه يعني ضعيف سبحان الله بالاكل بيبقى مركب طقم او حاجه بتبقى في مشاكل في الاكل. ومشكله كبيره جدا في المية. ليه بقى؟ لان كبير السن ما بيعطش. سبحان الله اشارات المخ ما عندوش الاشارات صح. اشارات المخ اللي بتحسس بالعطش في مع السن بتقل. فالجسم بيبقى ناشف فعليا. حتى تلاقي ريق المسن ناشف وهو بيتكلم معاك تحس ان لسانه مش بيتحرك بسهوله. تمام. علامه جفاف واضحه جدا. وسبحان الله هو مش عطشان يقول لك اصل انا مش عطشان والله مش قادر اشرب. تمام. لا لازم لو كبير السن مسموح له بالصيام اعوض في وقت الفطار ده اللي احنا بناكل فيه كل شويه ياخد سوائل. طب هو مش راضي يشرب ميه ما بيحبش الميه زي ما قلنا حلول الميه قبل كده احط عليها مثلا اغير طعمها باي صوره. طب مش عايز دي كمان اديله كريم كراميل اديله زبادي اي حاجه يكون فيها مصادر لرطوبه الجسم ترطب على الخلايا. واعتقد الفاكهه والخضروات طبعا الفاكهه والخضروات مصدر جميل جدا في وعشان فيها الياف كمان. مصدر غير مباشر للميه مع الالياف والفيتامينات والمعادن اللي فيها طبعا هايله للجسم. دكتورة منه الله حسام حجازي اخصائي الصحه العامه والتغذيه العلاجيه شكرا جزيلا ليكي وكل سنه طيبه. وحضرتك طيب يا رب والجميع بخير. عيشها ببساطه. مع الدكتور وائل صفوت وسعدي حسين.